نبدأ نهارك عالمي من عند دوري الأبطال، مجموعة الموت طبعا، واللي كانت الحقيقة فيها يعني إثارة كبيرة جدا، كانت حاضرة في الدوري وفي لغاية طبعا آخر المباريات دور المجموعات، وامبارح كانت المباريات الحاسمة لبطاقة الصعود الثانية. باريس سان جيرمان كان حجز بطاقة التأهل الثانية لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد التعادل مع بروسيا دورتموند بنتيجة 1-1. طبعا باريس سان جيرمان اتأهل على حساب ميلان واللي كان بيمتلك نفس رصيد باريس، ولكن بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف باريس سان جيرمان خطف بطاقة الصعود الثانية في المجموعة علشان ينضم لبروسيا دورتموند ويتأهلوا من المجموعة السادسة. باريس سان جيرمان تأهل للدور الـ16 للموسم الـ12 على التوالي كإنجاز تاريخي للنادي الفرنسي، وخليني أقول لكم كده إن مفيش غير ناديين بس في أوروبا بيسبقوا بي اس جي في الرقم ده. بايرن ميونخ 16 مرة بيتأهل على التوالي، وريال مدريد 21 مرة بيتأهل لدور الـ16 على التوالي. سجل أهداف المباراة كريم أديمي لبروسيا دورتموند في الدقيقة 51 ووارن زائير أميري في الدقيقة 56. خليني أقول لكم كده إن وارن زائير أميري اللاعب الفرنسي الشاب اللي سجل هدف بي أس جي أصبح أصغر لاعب فرنسي بيسجل في دوري الأبطال بعمر 17 عام فقط، متفوقا على كريم بنزيما وكيليان إمبابي. ونروح للمباراة الثانية بقى، وكانت طبعا ميلان ضد نيو كاسل. يعني خلينا أقول لكم أن ميلان قدر أن هو يحقق فوز صعب بنتيجة 2-1 على أرض وملعب نيو كاسل علشان يضمن ميلان أنه يستمر في البطولات الأوروبية في الموسم الحالي ويتأهل للدوري الأوروبي بعد ضمانه للمركز الثالث بشكل رسمي. طبعا زي ما قلنا ميلان كان قريب جدا من التأهل لدور الـ16 في دوري الأبطال، ولكن تعادل باريس سان جيرمان ودورتموند، والمواجهات المباشره اللي في صالح باريس اهدت بطاقه الصعود لباريس سان جيرمان. سجل اهداف المباراه جولانتون في الدقيقه 32 لنيوكاسل، وباليزيتش في الدقيقه 59 لميلان، وسامويل تشوكويزي في الدقيقه 84. خليني اقول لكم ان دي هي اول مره بيتاهل فيها ميلان للدوري الاوروبي بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته بدوري ابطال اوروبا. في النهايه خليني اقول لكم كده ان ترتيب المجموعه السادسه بعد انتهاء دور المجموعات بيجي المركز الاول فيها بروسيا دورتموند في ب 11 نقطه، والمركز الثاني بي اس جي ب 8 نقاط، المركز الثالث ميلان 8 نقاط، والمركز الرابع نيوكاسل 5 نقاط. نروح بقى للمجموعة الثامنة من دوري أبطال، وطبعا ما بين برشلونة وأنتي يوروب البلجيكي، واللي انتهت بفوز أنتي يوروب على برشلونة بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة فضلت رايحة جاية لغاية آخر ثواني. طبعا المجموعة الثامنة أمرها منتهي من البداية بعد ما تأهل منها برشلونة وبورتو على الترتيب لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. خليني اقول لكم كده ان دي هي اول فوز في تاريخ أنتي يوروب البلجيكي في تاريخ اي بطوله اوروبيه للانديه، ودي اول 3 نقاط بيحصدها في دوري الابطال، ولكنه برغم الفوز استمر في المركز الرابع علشان يودع كل البطولات الاوروبيه. كمان دي هي الهزيمه الثانيه لبرشلونه في دور المجموعات في دوري الابطال بالموسم الحالي، ولكن برغم الخساره برشلونه انهى دور المجموعات في المركز الاول برصيد 12 نقطه. المباراه كانت مثيره وفضل أنتي يوروب البلجيكي متقدم 2-1 على برشلونه لغايه الوقت بدل الضايع، تعادل بعد كده برشلونه، ولكن أنتي يوروب سجل هدف الفوز بعدها بدقيقه واحده بس عشان يكتبوا اول فوز ليهم في دوري الابطال على حساب طبعا برشلونه. وبعد نهاية دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 16 فريق اتأهلوا لثمن نهائي دوري الأبطال، كمان في 8 فرق اتأهلوا للدوري الأوروبي. مين هم المتأهلين للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال؟ المجموعة الأولى بايرن ميونخ وكوبنهاجن، المجموعة الثانية أرسنال وأيندهوفن، المجموعة الثالثة ريال مدريد ونابولي، المجموعة الرابعة ريال سويسيداد وإنتر ميلان، المجموعة الخامسة أتلتيكو مدريد ولاتسيو،
المجموعة السادسة بروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان، المجموعة السابعة مانشستر سيتي ولايبزيج، المجموعة الثامنة برشلونة وبورتو، وبكده بيتأهل لدور ال 16 من دوري الأبطال أربع فرق من أسبانيا وثلاثة من ألمانيا وثلاث فرق من إيطاليا، فرقتين من إنجلترا وفريق واحد بس من هولندا والدنمارك وفرنسا والبرتغال. أما الدوري الأوروبي واللي اتأهل ليه أصحاب المركز الثالث من الثمان مجموعات، خليني برضو أقول لكم مين الثمان فرق اللي اتأهلوا للدوري الأوروبي: جالاتا سراي ولانس وسبورتينج براغا وبنفيكا وفينرد وميلان ويانج بويز وشختار دونستيك. طيب السؤال الأهم حاليا، إمتى قرعة دوري أبطال أوروبا؟ القرعة هتكون يوم الاثنين اللي جاي واللي هيوافق 18 ديسمبر، وهتتعمل في سويسرا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهتكون الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة. وشروط القرعة بسيطة، وهي انه ما ينفعش فرقتين من نفس البلد او المجموعة يتقابلوا في الدور ال 16. ونروح بقى لليفربول ومدافعهم الكاميروني ماتيب اللي خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة. طبعا ماتيب كان تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال فوز ليفربول على فولام بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة ال 14 من الدوري الإنجليزي. ليفربول كان أعلن بالفعل عن أن جوال ماتيب خضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، ولكن النادي ما أعلنش عن مدة غياب اللاعب، ولكنها بالتأكيد مش هتقل عن 6 شهور، وبالتالي يعني نهاية موسمه مع ليفربول وغيابه ما تبقى من مباريات الموسم. خليني أقول لكم كده أن عقد ماتيب بينتهي بنهاية الموسم الحالي مع ليفربول، وبيحق ليه التوقيع لأي نادي تاني بداية من شهر يناير المقبل. ليفربول بدأ بالفعل مفاوضات التجديد، ويورجن كلوب مدرب ليفربول كان اتكلم ان اللاعب الكاميروني بيملك فرصة جديدة لتجديد عقده، ولكن في الآخر هيكون ده قراره. يعني الإصابة هتأثر على القرار ده او لا، ده احنا هنشوفه في الأيام اللي جايه.